هناك أناس يقومون من النوم، فإذا أرادوا أن يقوموا على أرجلهم لم تحتمل أرجلهم أبدانهم، يجي يقف يوم واقع مش قادر يقف على حيله. سبحان الله، أنت بقى بتقف على حيلك وبتمشي تروح دورة المية وتتحرك هنا وهناك. أحد أتاذتنا الكبار بيحمد ربنا سبحانه وتعالى رحمه الله إن ربنا موفق إنه يذهب الحمام دون أن يحتاج لأحد. شوف أحسن نعمة عنده الأستاذ الدكتور اللي عنده فوق 80 سنة ده، بيحمد ربنا إن هو بيروح الحمام برجليه دون ما يحتاج لحد. يبقى ده عنده أعظم نعمة، يروح الحمام. أنت بتروح الحمام؟ طب برجليك ولا متشال؟ طيب ألم تذكر هذه النعمة؟ إذا نعم ربنا عز وجل كثيرة. أما المكذبون فإنهم لا يلتفتون إلى النعم. عجيب شأن ذلك الإنسان. نعم ربنا عز وجل علينا نازلة، نعمه نازلة بتنزل على طول، العينين والرجلين والإيدين والسمع والبصر والأجهزة، ملك ملك، كل لحظة شغالة. ومعاصينا إليه صاعدة. سبحان الله، معاصينا إليه صاعدة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي، والغين اللي هو يترك الذكر شيئا، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. عشان بس يعني بعض الوقت لم يذكر فيه الله فيحدث لهذا الوقت القليل استغفار 100 مرة. طب احنا يا ترى بنعمل ايه؟ بنستغفر الله في اليوم كم مرة؟ اكيد بنستغفر ربنا 300 مرة و400 مرة، لان احنا في غفلة شديدة، نحن لا نذكر الله تعالى الا قليلا، وبالتالي واجبنا ان نستغفر الله تعالى كثيرا. طيب ما بالك اذا قلت ان كثيرا منا ربما يمر عليه اليوم واليومان ولم يستغفر الله إلا مرة واحدة؟ سبحان الله.